إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية ورسالة تبوكية وزاد المهاجر إلى ربه جل وعلا، والكلام كان بيدور حول قول الله عز وجل، وده محور رسالة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واجب بين العبد وبين ربه، وواجب بين العبد وبين الناس، يا إخواني الكرام. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فالواجب عليه أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله عز وجل، تعاونا على مرضات الله عز وجل ظاهرا وباطنا، علما وحالا، إخواني الكرام، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار. هذا يعني حتى ندرك يعني طبيعة الحياة. يا من تبحث عن السعادة، يا من تبحث عن الاستقرار، يا من تبحث عن السكينة، السكينة والاستقرار في التعاون على البر والتقوى، والتعاون على دفع الإثم والعدوان. فهذه غاية العبد يا إخواني الكرام. فالله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. واضح. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اعمل حساب المسألة دي، انت فاكر ان المسألة دي بعيدة جدا؟ لا، ده قريب. يعني وكل يعني كل اللي انت بتنتظره انتظرته في حياتك كلها جه، طالما علاقته اللي انت تنتظره له علاقة بالايه؟ بالزمن. ما فيش حاجة ما لهاش علاقة بالزمن. فالعمر سينقضي والأيام ستنتهي يا أخي الكريم، والعمر سيتقطع، وتفاجأ أنك على عتبات الموت ولم تقدم شيء. فإخواني مهمة جدا، الله عز وجل يقول ويعني وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الإخوة الكرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك، إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالة الإمام ابن القيم إلى أحد إخواني، يقول: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه
لكل من اجتمع به ونصحه لكل من اجتمع به. نقطة مهمة جدا، تعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناتج عن تعظيم الآمر الناهي. يا إخواني، تعظيم الله عز وجل في قلب العبد، فأنت بتغير على حرمات الله عز وجل، تسعى لتغيير المنكر يعني والأمر بالمعروف يا إخواني الكرام كما أمرك الله جل وعلا، وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فمن بركة الرجل يا إخواني الكرام تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى، قال الله تعالى إخواني الكرام، قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال الله تعالى إخبارا عن المسيح، وضع إخبارا عن المسيح إخواني الكرام، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. هذه سمات الإيه؟ هذه سمات الاجتماعات واللقاءات يا إخواني، يعني داعيا إلى الله، معلما للخير، مذكرا به يا إخواني، مذكرا، مذكرا به إخواني، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. ليه إخواني؟ فإنه يضيع الوقت في المجريات، في الكرة والسياسة والأسعار، والنور بيقطع وما بيقطعش، وسعر الدولار وكذا وكذا وكذا، والكرة والكذا، حاجات كتير جدا جدا جدا. في النهاية بتكون إيه؟ ها؟ بتكون قسوة في القلب، بعد عن الله عز وجل، قرب من الشيطان، قرب من النار، بعد عن الجنة. الأمراض والأفات تفتح على هذا القلب وما تلاقيش لها حل، يعني ما تلاقيش لها يا إخواني، ملهاش حل يا إخواني، ملهاش حل يا إخواني. يعني فهنا تضيع الوقت في المجريات، قيل وقال وقيل وقال وقيل وقال، يعني بحيث انك انت تبقى وقتك كله مصبوغ بربما يكون واجب كفائي، واحد بيقدم حاجة لأمته، بس الموضوع ايه؟ ياخد مساحة جامدة جدا من وقته، حتى انه ايه؟ يعني حتى انه يجور على الواجبات العينية، يجور على طب الواجبات العينية بيجور على من ايه؟ من الظاهر ولا من الباطن؟ لا من الباطن. يعني ما هو في الظاهر بيروح يصلي الظهر، بس قلبه فين؟ مع الواجب الكفائي. مع ان المفروض قلبه يكون فين؟ في الواجب العيني في اللحظة دي. هنا في تعارض يا اخواني، لا مش تعارض. هنا لازم في توازي. يعني الواجبات لا تتزاحم. الواجبات الايه؟ لا تتزاحم بل تتكامل. يا اخواني فالعين يعطي الكفائي والكفائي يعطي العيني. فالنهارده اللي بسأل واحد بيتكلم مثلا عن ايه؟ عن التضخم، واحد بيتكلم عن السياسة النقدية، واحد بيتكلم عن الطب، واحد بيتكلم عن الفيزياء، يقوم ياخد كل الوقت لحد ما يسيطر على مين؟ على الباطن بتاعه. فهو يدخل الصلاة عشان يصلي الواجب العيني او الفرض العيني عليه في الظهر، يقوم يعمل ايه؟ داخل بايه؟ بواحد على ألف من ايه؟ من قوته اساسا، او ربما تكون قوته كلها كاملة في الباطن، قلبه معلق بايه؟ بالذي تعلق به. فنقطة مهمة جدا إخواني الكرام، لابد أن فإن شوف بقى بيقول إيه، يعني ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. يعني فإنه يضيع الوقت فين؟ في المجريات، القيل والقال، ويفسد القلب. وكل آفة، قاعدة أساسية في السير إلى الله عز وجل، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. واضح يا إخواني؟ وتعود بضياع حظه من الله. يعني إيه ضياع حظه من الله؟ يقول فضياع حظه من الله عدم الوصول للنهايات. إيه؟ عدم الوصول للنهايات إيه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر. ايه النهايات؟ ان يذوق طعم الايمان في الدنيا، افضل نعمة على الاطلاق
في الدار الآخرة يوم المزيد أن ترى وجه الله عز وجل. ما فيش نعمة تعدلها ولا الجنة ولا غيره. وأفضل نعمة على الإطلاق في الدنيا أن تذوق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. لن تطعم طعم الإيمان تطعم حتى تؤمن بالقدر. ذاق طعم الإيمان يا إخوتي الكرام. فتلاقي نفسك أنت إيه عمال تسمع التزام والتزام والتزام وإنت حالك ما فيش أي تقدم. نفس الأحوال هي نفس الأحوال. بتقابل واحد يعني منحرف إحساسك هو نفسه إحساسه. الدين اللي هو فيه هو الدين اللي أنت فيه. لماذا؟ لأن المسألة الطاعة لم تصل إلى قلبك ولم تنطلق من قلبك إلى الله إلى الله علا، فلم تذوق طعم الإيمان وأن قرة عينك ليست في الصلاة. فهنا يقول إيه يعني إيه ضائع حظ من الله؟ يعني عدم الوصول إلى النهايات، لأن التلوث برؤية الأعمال يمنع من الوصول إلى الإيه؟ إلى النهايات. والنهايات كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وضياع حظه من الله يكون إيه؟ في الدنيا والقبر والدار الآخر. يعني حظك فين؟ في, 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 في الدنيا إنك تذوق طعم الإيمان، إنك تعيش مستقر، يعني تمتلك راحة البال والهدوء والسكينة. وفي القبر إن ربنا يجعل قبرك إيه؟ روضة من إيه؟ من رياض الجنة. والدار الآخرة إنك ترى وجه الله عز وجل في يوم المزيد. فحظه من الله في الدنيا ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا والإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وقوله ثلاث من كنا فيه يعني وجد بهن طعم الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يكره أن يغدف في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خير ولم خيره ولم يأمركم بشره. يعني وحظه أيضا في الدنيا الوصول إلى درجة المحبوبية، يعني المحبوبية من الله عز وجل، يعني يحبهم اللي هي المحبوبية، ويحبونه اللي هي الايه المحبة. إخواني الكرام، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنفل حتى ايه حب اللي اسمها ايه المحبوبية. يعني واضح إخواني؟ فهنا فقد ضاع حظه من الله. ضاع حظه ليه بقى؟ لأن محقت بركة إيه؟ اللقاء به، محقت بركته، لأنه اللقاء بتضيع في المجريات، في القيل والقال والسياسات وكذا 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 وكذا، من غير إيه؟ من غير لزوم أو من غير حاجة إلى الكلام في هذه المسألة يا إخواني الكرام. واضح؟ فنقطة مهمة جدا 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 يا إخواني، يعني واضح. فيعني ويكمل ابن القيم يعني وقال تعالى ويعني فمن ضاع حظه من الله لا ينشغل بما ينفعه ويعود عليه بالنفع، بل ينشغل بما يضره ويعود عليه بالضرر. يعني واضح. قال تعالى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه؟ يريدون وجهه. يعني ويكمل الإمام ابن القيم في رسالته لأحد إخوانه فيقول ونقصان درجته ومنزلته عند الله، ومن تأمل هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل من غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى وأهواءهم، واتبعوا أهواءهم يا إخواني، وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، انفرط عقدهم كما قال الله عز وجل واتبع هواه وكانوا إيه أمره إيه فرطا، انفرط عقده، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحه. يعني واضح. واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله ورسوله ألا يطيعه، قد أمر الله يعني رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يطيعه. واصبر نفسك ولا تعد عيناك عنهم، يعني فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء.
فإنهم إنما يدعون إلى من يشاكله، يعني من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الله والدار الآخرة. متى تزوجت الغفلة باتباع الهوى تولد من بينهما كل إيه؟ كل شر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. يبقى عندك غفلة وإيه؟ واتباع الهوى. يعني وممكن تبقى في غفلة واتباع الهوى يجي إيه؟ يجي متأخر، بس الاثنين هيتقابلوا. هتلاقي نفسك بقيت إنسان مختلف، يخرج منك يعني كل شر في الكلمات والنظرات والخطوات واللفظات والنظرات. يا إخواني الكرام، هينتج الحسرات، الحسرات يا إخواني في الدنيا وفي يوم القرار وفي آخر لحظة من لحظات الدنيا عند خروج الروح يا إخواني الكرام، وفي القبر يا إخواني الكرام. لازم تنتبه يا أخي الكريم، المسألة ليست كلاما. يعني فإن إن متى تزوجت الغفلة، متى تزوجت باتباع الهوى تولد يعني ما بينهما كل شر. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، الغفلة والإيه إخواني، الغفلة واتباع الهوى. الغفلة واتباع الهوى إخواني الكرام، الغفلة صوت الغفلة يعني واتباع الهوى. لأن كل مجلس خلا من ذكر الله جل وعلا فقد محقت بركته. فالعبد لا يستطيع أن يذكر الناس بالله، يعني سواء في مجال عمله أو في أي مكان، ويتعذر ببعض المعاذير. فاعلم أخي الكريم أنه ضعيف القلب. فالمشكلة في العبد وليس في المكان الفلاني. فكل اجتماع للعبد وكل لقاء فهو من قبيل الواجب الذي بينك وبين الخلق. هتعمل ايه؟ يعني لا تتعلم يا اخواني الكرام، ولا تختلق الاسباب التي تبعدك عن الامر وفن عن منكر. يا اخواني، ان ابراهيم كان امة، يعني اي كان معلما هاديا، فعليك ان تكون كذلك. واياك ايها السالك من تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه، فلا تضيع وقتك أمام الفيسبوك والكرة وغير ذلك من الملهيات. فإنه أخي الكريم لا سعادة العبد على الإطلاق، مهما ادعى المدعون أن السعادة لها طرق أخرى سواء بالمال أو غير ذلك. كلا والله، فإن السعادة في معرفة الله جل وعلا، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تعلم أيها السالك أن أفضل وظيفة على الإطلاق أن تدعو إلى الله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ووالله لو فعلت ذلك ستجد بركة عجيبة، والموازين لديك ستتغير وتتبدل. يعني وستجد أن الدقيقة معك تساوي ساعة مع غيرك. ولذلك تجد بعض الناس يسأل كيف كان يختم بعض السلف القرآن في ليلة واحدة. الأمر ليس كذلك، والأوقات والحسابات ليست بموازينك أو بموازين الدنيا يا إخواني، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمان يعني والأوقات، وهو الذي خلق المكان، وهو على كل شيء قدير. إخواني الكرام، لابد أن ندرك ولابد أن نعي يا إخواني الكرام. ثم انتقل إلى كلام الإمام ابن القيم عندما يقول: فأما ما بينه وبين الخلق في المعاشرة والمعاناة والصحبة، فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله عز وجل وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه. إخواني الكرام، واضح؟ ولا سعادة له إخواني، ولا سعادة له إلا إيه؟ إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما يعني الذين هما إخواني هما جماع الدين كله إخواني. وإذا أفرد، يبقى احنا هنتكلم عن إيه؟ البر والتقوى، نقطة مهمة جدا يا إخواني، البر والتقوى، واضح؟ ودي الاثنين دول يا إخواني هيفسروا لك الحياة كلها.
يعني بين الغايات وبين الوسائل. فالتقوى وسيلة والبر إيه؟ غاية. والتقوى يا إخواني الكرام يعني تشبه الحمية يعني، والبر يشبه حفظ القوة يعني، يشبه إيه؟ يشبه حفظ القوة يا إخواني الكرام. فالحمية أو الرجيم أو الامتناع عن الضر المؤذي، هل هو مطلوب لذاته أو مطلوب لحفظ القوة؟ لا، مطلوب لحفظ القوة. يبقى هنا التقوى مطلوبة لمين؟ للبر. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا أفرد كل واحد من الأسمين، من الاسمين اللي هما البر والإيه؟ البر والتقوى، اللي هما البر وإخواني إيه؟ البر والتقوى يا إخواني، دخل فيه المسمى الآخر. يعني واضح؟ يعني في فرق بين الاسم وبين إيه إخواني؟ وبين إيه المسمى. ممكن الاسم لا يدل على مين؟ على المسمى، لكن المسمى يعني هيدل على مين؟ يعني أصل الاسم ممكن يكون علم، يعني ممكن واحد اسمه صالح بس هو صالح، لكن لما تقول إيه مسماه بقى صالح، واضح؟ هو اسمه عبد الله، ده موضوع تاني. يعني تدل على إيه؟ على كنهه، على تدل على إيه؟ على كنهه، واضح؟ فيقول: وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في المسمى الآخر، يعني أفرد كل واحد في الاسمين دخل في إما تضمنا وإما إيه؟ وإما لزوما. يبقى خلي بالك بقى، يبقى تضمن والإيه؟ ولزوم. إحنا عندنا تضمن ولزوم ومطابقة، عندنا كم نوع؟ يعني الاسم يدل على مسماه إما بالإيه؟ بالتضمن أو باللزوم أو بالإيه؟ بالمطابقة. طب إزاي بقى؟ ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء إيه؟ جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل أنهما لا يدخل فيه عند الانفراد. ونقول هنا: فدلالة اللفظ على ثلاثة أنواع: إما دلالة التطابق، وهو اللفظ وهو دلالة اللفظ على إيه؟ على كل المعنى، على كل الإيه؟ على كل المعنى بالإيه؟ بالمطابقة. ودلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة اللزوم دلالة اللفظ على أثر معناه. دلالة اللفظ على إيه؟ على أثر يعني معناه. زي أنت ما تقول مثلا إيه؟ قميص، لو القميص يدل على القميص يعني، واضح؟ لكن لما تقول مثلا إن هذا القميص مثلا يخيق حر الإيه؟ حر الشمس، يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ ده اخواني ده ايه؟ ده اثر يعني، ده ايه؟ اللزوم، المطابقه، التضمن. لازم يتضمن فيه زراير، لازم يتضمن فيه كذا، لازم يتضمن فيه كم، وضع اخواني، وهكذا. يعني يقول: ونظير يعني ونظير هذا لفظ الايمان والايه؟ والاسلام، ولفظ الايمان والايه؟ والعمل الصالح، ولفظ الفقير والمسكين، والفسوق والعصيان، والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة إخواني الكرام، من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر كما قلنا ابن القيم من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. وهو الإيه؟ البر وإيه؟ والتقوى. فإن حقيقة البر إخواني، فإن حقيقة البر يا إخواني الكرام، فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب يعني من الشيء. يبقى حقيقة البر يا إخواني الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصارفها في الكلام. اشتقاق اللفظة وتصارفها في الكلام زي إيه؟ زي البر بالضم لكثرة منافعه، وإيه وخيره بالإضافة إلى سائر مين؟ الحبوب. يعني هو أحسن حاجة في الحبوب البر. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر إخواني الكرام، خلي بالك هتمتحنا في الكلام ده، ده اللي عايز يكمل يعني. فالبر يعني كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد في مقابلته الإثم،
يعني وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم، فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها، فيدخل يا إخواني فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى. وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، خلي بالك بقى كل شو عمل يقرب من إيه؟ من المعنى الدقيق، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته. يبقى طعم الإيمان وحلاوته نسميه إيه؟ بر. يعني وما يلزم من ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. بين قوسين هنسميه إيه؟ عمل إيه؟ القلب. وضع إخواني اللي هو إيه؟ اللي هو الأساس في العبودية كله. يعني إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، بل ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. ألا إن في الجسد مضغة. يعني يعني هنا إخواني المقصود يعني المقصود يعني عن هنا عدة ملاحظات على هذا الكلام اللي هي إيه؟ كما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: ومن أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. فالأعمال والدرجات هي البنيان، وأساسها الإيه؟ الإيمان، وهي تجريد التوحيد والمتابعة. فالأزمات التي نمر بها وكثرة المتساقطين على الطريق سببها عدم الاهتمام بتوثيق الإيه؟ بتوثيق الأساس وإيه؟ وإحكامه. والنقطة الثانية: والمقصود ببر القلب عمل القلب، فلا بد من بناء إياك نعبد في القلب، وبناء إياك نعبد لا تكون إلا بتحقيق ما يحبه الله ويرضاه. وذلك يعني بيكون بأربع قواعد أساسية: قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل الجوارح. يعني واضح. وقال الإمام ابن القيم يعني عندما بيتكلم عن فرحه بالإيمان، يعني ده جزء من أجزاء الإيه؟ البر، فرحه بالإيمان. فرحه يا إخوان إيه؟ فرحه بالإيمان، كما يقول ابن القيم رضي الله عنه، كما يقول ابن القيم رضي الله عنه: حياة الفرح والسرور وقرة العين، وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الله عز وجل. إن الأسماء والصفات والقرآن يكون هم مسيطرين سيطرة كاملة على القلب، ويكون الإيمان جالس على كرسي عرش القلب وتدين له دولة القلب، ويصبح هو الآمر الناهي، وهو يمر مرة الإيه؟ السحاب. يعني واضح إخواني. فهو يعني بعد الظفر بالمطلوب التي تخر عين طالبه، فالحياة نافعة بدونه، وحياة هذا وحول هذه الحياة يدندن الناس كله السائرين، وكلهم قد أخطأوا طريقها وسلكوا طرقا لا تفضي إليها، بل تقطعوا عن حياة الفرح والسرور الحقيقية إلا أقل القليل. يعني إلا أقل الإيه؟ القليل. فدار طلب الكل حول هذه الحياة اللي حياة الإيه؟ السعادة والسرور. كله عايز كده، بس كله إيه؟ في الغالب أخطأ الطريق. يعني واضح. فضر طلب كل حول هذه الحياة، يعني وحرمها أكثرهم. وسبب حرمانها ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة، فإن مادتها يعني بصيرة وقادة وهمة نفاذة. يعني واضح. والبصيرة كالبصر تكون يعني تكون عمياء وعوراء وعمشاء ورمداء، وتمت النور والإيه؟ والضياء. ثم قال ابن الإمام ابن القيم في مندج السالكين: فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض، وعن المرشد معترض، وعن الصرى نائم، وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه ورغب عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، وإخواني ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، لرأى فتح له البصيرة بقى،
النور الذي قذفه الله في قلب هذا العبد، رأى الإلف الذي نشأ بنشأته وزاد بزيادته وقوي بقوته وشرف عند نفسه من أبناء جنسه، يعني وأبناء جنسه بحصوله قدم في عين بصيرته. لو هو بس هيلاقي ان الكلام اللي كان عامله ده، لا ده اذى، هو كان مدرك ان هو ايه فاز وحصل، وان هو يعني على القمه، وصل الى القمه. بعد ما وصلت الى القمه وفزت بكاس العالم او فزت بكذا، بعد ما حصلت وحصلت اعلى المناصب، اين انت الان؟ ها يعني واضح. كان بيسال واحد من المشهورين، واحد بعت لي فيديو فبيقول له انت بتروح للطبيب النفسي، رحت كم مره في عمرك؟ قال له انا ما روحتش بس 3 شهور في عمري كله، وبقيت العمر انا عند الطبيب النفسي على طول. قال له ازاي وانت مشهور والناس كلها بتجري وراك نفسها؟ قال له انا يعني وقاعد مش مستقر. فقول له انت مش مستقر في قعدتك؟ قال له دي طبيعه حياتي، مش مستقر في حياتي. وواحده تانية سالوها يا اخوان الكرام برضه نجمه وشهوره وكذا وكذا وكذا، فبتقول يعني ايه انت شايفيني كده، لكن انا حرمت كل شيء، لو عاد بي الزمان لن اكرر نفس المساله. قال لها ما تكررش نفس المساله بعد الاموال والشهره والقصور وكذا وكذا. قلت له يعني فلازم تبقى انت مدرك يا اخي الكريم طبيعه الحياه، يعني واضح. لازم تعيش القضيه الحقيقيه يا اخوان الكرام، لازم تفهم يعني ايه البر، يعني لازم تفهم يعني ايه التقوى عشان تقيم حياتك على هذه الطريقه. يعني لو الله عز وجل لزق الواحد فينا ان هو لحظه صفاء ولحظه بصيره، هشوف الحقائق الايه المزعجه، ده هيندهش جامد جدا، ازاي انا كنت عايش كده؟ بس المشكله ممكن يفوق بعد فوات الاوان، بعد مرور الزمن وانتهاء عمره يا اخواني الكرام. يعني كانه انسان نائم فترة طويلة ثم استيقظ واليقظ أول منازل السائرين، وهي اضطراب القلب بدورة الانتباه من ركض الظفرين، فيرى ما لا يراه غيره من حلاوة الإيمان ولذائد القرب والمعية والشواهد الإيمانية، كما قال عبد الله بن حرام الأنصاري: واهن ريح الجنة، يعني إن لأجل ريح الجنة من دون أحد وجد ريحها على الحقيقة. ثم قال: قد أشرت إلى حياة الإمام ابن القيم، إلى حياة غير معهودة بين أموات الحياة، حياة بهيمية ومزات علينا البهائم فيها يا إخواني بخلوها من المنكرات والمنغصات وسلامة العقبة. قلت لعمر الله إن اشتياق القلب إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها لدليل على حياته، وأنه ليس من جملة الأموات. إخواني الكرام، لابد أن ندرك إن الإيمان، نعود إلى كلام ابن القيم في الرسالة، فإن الإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، ولذاذة في القلب، وذلك الفرح والانشراح ليست نتائج مقصودة لذاتها، فليس المقصود الأساسي من العبادة الطمأنينة أو الانشراح، فتلك نتيجة. يعني أما هدفك ومقصودك فهو فوزك بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يسلط القرآن والسنة النبوية على مين؟ على قلبك أخي الكريم. فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إخواني الكرام: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.